مترف ترفيهي جديد تم افتتاحه من خلال المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر على كورنيش مدينة بنها بطول 1850 متر. تكلفة إنشائه وصلت ل 17 مليون جنيه عشان يكون متنفس حضاري للمواطنين في القليوبية. بتكلفة 17 مليون جنيه افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر على كورنيش مدينة بنها بطول 1850 متر ومتوسط عرض 10 متر. أعمال الإنشاء جاءت في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملك الجميع المواطنين، وعشان يكون الممشى متنفس لأهالي المحافظة بالإضافة لكورنيش النيل المواجه له. المرحلة الثانية للممشى تضمنت إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة عشان يصبح متنفس حضاري للمواطنين. قام بتنفيذ المشروع الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير. في المقابل بتجري أعمال تطوير شارع فريد ندى بالمرحلة الثانية الجاري تطويره بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، واللي بتشتمل على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتى كوبري المصنع الحربي. مخطئ من يعتقد ان ممشى اهل مصر بس يا منى هو اللي اتعمل في القاهره واللي ربما جعل متنفس كبير جدا لكل المواطنين المصريين على نيل القاهره، وعرفنا ان هذا المشروع هيمتد على طول نهر النيل من شمال مصر الى جنوبها. النهارده بنتكلم في بنها وبنتكلم في تطوير كورنيش بنها، معانا على الهاتف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، نتعرف منه على تفاصيل إنشاء ممشى أهل مصر في هذه المحافظة. في البداية بنصبح عليك صباح الفل يا فندم. أهلا، صباح الخير أستاذ مصطفى، وصباح الخير أستاذ منى. أهلا وسهلا سيادة اللواء، صباح الخير. وضح لنا في البداية مراحل إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش مدينة بنها، يعني عملتوا إيه وفضل قد إيه ووصلنا لغاية كام ويعني قول لنا اللي جاي عامل إزاي يا فندم. تحياتي طبعا لحضراتكم وتحياتي للمشاهدين الكرام والمواطنين القليوبية. احنا الحقيقه طبعا بنعيش الايام اللي فاتت دي في بمناسبه العيد القومي لمحافظه القليوبيه، والحقيقه تم تسليمها طبعا 30 اغسطس. تم كثير من الافتتاحات الحقيقه في الفتره السابقه، سواء مدارس، سواء بحث صحي، سواء مركز شباب، سواء ميه، سواء متنزهات زي ما قلت لحضرتك على الكورنيش. الحقيقه كثير من المشروعات فعلا الدوله عملتها، ويكفي ان انا اقول لحضرتك يمكن من 2013 او 2014 لغايه دلوقتي خلال 8 سنين فاتوا اتصرف استثمارات على المشروعات سواء اللي جاي تنفيذها او اللي تم تنفيذها بالفعل اكثر من 39 مليار جنيه. ده بخلاف المشروعات البترول دي طبعا ليها مبالغ اكبر من كده في منطقه مستورد الحقيقه في شبرا الخيل. طبعا زي ما تقول حضرتك احنا الحمد لله يمكن امبارح كان في ضيافتنا السيد رئيس الجهاز المركزي الامير اللي هو محمود نصار، وتم افتتاح المرحله الثانيه من الممشى اهل مصر اللي طبعا اللي هو بننفذه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهوريه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو فعلا مهتم وسيادته بيتابع فعلا لحظه بلحظه اذا كان في اي مشاكل اي معوقات لتنزيلها في انشاء هذا الممشى. احنا يمكن الممشى طوله فعلا بتاع الممشى اهل مصر كيلو و850 متر، بيتنفذ على اربع مراحل. تم افتتاح فعلا وتنفيذ المرحله الاولى امبارح، تم تنفيذ المرحله الثانيه وتم افتتاحها ب 450 متر، وفاضل حوالي كيلو متر اللي هي المرحله الثالثه والرابعه ان شاء الله في الفتره القادمه. طبعا هو التكلفه الاجماليه حوالي 50 مليون، لكن هي مش قيمه التكلفه الحقيقه قد زي ما قلت لحضرتك ان هو متنزه، وبنفتح مجال لكل المواطنين ان هم يشوفوا النيل يستمتعوا به بطريقه حضاريه من خلال اعداد جميله، من خلال ان شاء الله برضه احنا هنعمل المحلات او عربيات متنقله للشباب لبيع المأكولات والمشروبات بطريقه برضه حضاريه، والنيل مفتوح بدون اي رسوم وبدون اي حاجه للجمهور الحقيقه. حضرتك اثرت نقطه ان هو
مفتوح للجميع. احنا يعني شايفين ان مؤخرا الدولة المصرية بتهتم بجودة الحياة بالنسبة للمصريين، وبتهتم انهم يبقى عينهم شايفة حاجة حلوة. يعني احنا شايفين شكل المشروعات الجديدة، حياة كريمة، نقل المصريين من اماكن ما كانتش مؤهلة جدا لاماكن افضل بكثير، كلها شكلها يعني وكأنها يعني من أفخم الكومباوندز أو من أفخم المجمعات السكنية. فإحنا شايفين تطوير بيحصل وتوسعة بتحصل لأماكن مختلفة. لو قلنا إن إحنا عندنا كمان شارع فريد ندى بيحصل فيه تطوير آخر والمرحلة الثانية منه، وصلنا لإيه؟ وصلنا لأي مرحلة فيه؟ الحقيقة برضو يعني أنا قبل ما أخش في فريد ندى أنا عاوز أشكر طبعا كل المسؤولين في وزارة الرعاية الحقيقة إن هم تعاونوا معانا في الحقيقة في ممشى اهل مصر، الجهاز المركزي للتعميم، كل الجهات المعنيه الحقيقه. والدوله دلوقتي فعلا في تكاتف من كل الاجهزه في سبيل ان احنا ننفذ المشروعات في خدمه المواطن وكله في صالح المواطن. طبعا بالنسبه لشارع فريد ندى احنا خلصنا برضه المرحله الاولى الحقيقه الفتره السابقه، وعملنا نفس القصه نفس النظام برضه ان احنا عاملين اعداد الحقيقه اعداد جميله وعاملينها تحت شجر اللي هو اسمه الاكاد كانت بتعمل زي مظلات. لما تشوفوا حضرتكم الناس حتى في شارع فريد ندى مش مقارنيش بس الناس ازاي بتقعد بالليل في هذا المكان، بتحس ان انتوا قاعدين فيه فعلا مكان مفتوح للجميع بيستمتعوا بيه. احنا بنبدا برضه حاليا دلوقتي في المرحله الثانيه في فريد ندى زي ما قلت لحضرتك اللي هو من عندنا من يعني من كمين الشرطه اللي موجود في المتحف لغايه الطريق الزراعي ان شاء الله بكبر المصنع الحربي، كل الكلام ده هيترفع كفاءة. طب يعني انا شايف ان في كلام جميل جدا على ان في مرحله تانية وان حضرتك بدات او فتحت المرحله الاولى، والخبر الجميل كمان ان هي من غير رسوم للمواطنين. يعني بعد ما كان النيل محتكر لبعض النوادي او لبعض الكافيتريات بقى اي حد مصري او حتى مش مصري يقدر يخش يتمشى فيه. كلمني عن وفرنا فرص عمل قد ايه يا فندم؟ ده السؤال اللي يهمني، شبابنا اللي عايزين يشتغلوا. احنا الدولة عملت هذا المشروع والمصريين هيستفيدوا، لكن اللي اشتغلوا قد ايه؟ طبعا احنا المشروعات الحقيقة اللي بتتم اللي احنا بنقول عليها سواء جاي تنفيذها او التنفيذة دي بتشغل شباب. طبعا احنا بنقول الاف، فعلا الاف من الشباب بتشتغل. وعاوز اقول لحضرتك حاجة، يعني بالنسبة لمشروع حياة كريمة عندنا في شبين القناطر القرى والعزب والنجوع اللي تابع عليها، كل المشروعات دي بتستعين بمقاولين وعمالة من المحافظة، أبناء المحافظة. تمام، من أبناء المحافظة. في الحقيقة جميلة. أنا عاوز بس أكمل بالنسبة لي الممشى بتاع أهل مصر، إحنا مش مقتصر فرحه على مدينة بنها بس، لا إحنا عندنا الحقيقة كورنيش جميل اتعمل برضه في صف الشكر، ويمكن فتحناه وتفقدناه برضه في خلال أعياد العيد القومي لمحافظة الأدوية. عندنا كورنيش الرياح التوفيقي اللي هو طول كيلو ونص، والحقيقة دي عملته وزارة النقل هدية للمحافظة اللي هو بيقع على المحور اللي هو بتاع بنها المنصور اللي جاي الانتهاء منه دلوقتي. كورنيش شارع الاسماعيليه الحقيقه اللي هي في منطقه شركات البترول برضه اتعمل في الفتره السابقه، الشارع ده ما كانش حد بيعرف يمشي فيه اصلا بالعربيه او يمشي على رجليه. دلوقتي حضرتك لما تشوفه تحس ان هو حاجه فعلا حاجه على مستوى عالي، كل ده فعلا في خدمه المواطنين. المناطق الخضراء برضه اهتمينا بيها، يمكن عندنا المنطقه الاستثماريه في عزبه نجيل في بنها دي على الطريق الاقليمي على طول، في حوالي 3.5 فدان احنا بالتنسيق مع المنطقه اللي اسمها زرعناهم جناين وحدائق مفتوحه. لا تتخيل الناس بتيجي بتعمل حفلات الزفاف والافراح فيهم بالليل، طبعا مجاني مفتوحه. فالحقيقه دي كلها مجالات لخدمه المواطنين. اكيد، كل الشكر ليك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، شكرا جزيلا لحضرتك.